بسم الله. هو احنا المفروض لما درسنا قبل كده كل اللي اخدناه قبل كده كان اللي هو الفيرست اوردر بانواعه بقى المختلفه، لينير ديفرنشال بانواعه بقى المختلفه، اللي هو سبيرابل او هوموجينيوس او اكزاكت او لينير او كان بي، اللي هي الانواع الاربعه التانيين. فهنتنقل بقى اكيد للمرحله اللي بعدها، اللي هو ان احنا نحل لينير ديفرنشال ايكويشن بس تكون هاير اوردر، يعني ممكن تكون اوردر اتنين او تلاتة، مشتقه فيها مشتقه تانية او تالتة او غيره، واي دبل فيها واي دبل داش او واي تريبل داش او غيره. طيب هو المفروض النهارده دي المحاضره رقم 8، فاحنا هنشوف ازاي نحل نوع معين من المعادلات اللي هي الديفرنشال، اللي هي ايه؟ اللينير اوردينري ديفرنشال ايكويشن، بس هيكون فيرست اوردر، لا من هاير اوردر، وزي ما احنا شايفين هنكتبها، هتبقى هي على الفورمه ايه اللي هي اللينير اوردينري ديفرنشال ايكويشن، ليكن ويز اوردر ان، حيث الان دي اعلى مشتقه ممكن تلاقيها في المعادله، فممكن نكتبها على الصوره دي، واي ان ده اعلى مشتقه، في قدامها كوفيشنت ليكن نسميه اي ان، واي ان ناقص واحد، والكوفيشنت اللي قدامها ايه؟ ان ناقص واحد، وهكذا لغايه واي داش في ايه واحد زائد ايه نوت واي. الوايات كلها كنا بنقول بنحب نحطها في الطرف الشمال تساوي اي حاجه الناحيه الثانيه فيها اكس بس، بنسميها اف اوف اكس. المفروض الكوفيشنت بتاعتي اللي هي ايه ان وايه ان ناقص واحد، لما كنا جينا نتكلم على المعادله اللينير لغاية A1 و A0 قلنا حاجة من اتنين، يا تكون constants يا تكون دوال في X، فاحنا المفروض اللي هندرسه with constant coefficient. يبقى المحاضرة دي والمحاضرة اللي جاية إن هيكون ال coefficients الموجودة في المعادلة constants. تمام. طيب برضو في حاجة مهمة هنقولها، إن المعادلة دي حاجة من اتنين على حسب الطرف اليمين، والله لو الطرف اليمين يساوي صفر يبقى المعادلة دي في الحالة دي بنسميها معادلة هوموجينيوس، يبقى لما أجي أحل المعادلة دي ده اللي أنا هستناه النهاردة أو اللي إحنا هندرسه، يبقى لما تيجي تحل المعادلة طالما المعادلة دي هوموجينيوس يبقى الجنرال سوليوشن عبارة عن الجزء اللي هو أو الحل اللي بيطلع من حل المعادلة الهوموجينيوس بس، لكن لو كان أي قيمة غير الزيرو فيبقى المعادلة دي نون هوموجينيوس، معناها إن الجنرال سوليوشن يعتمد على حلين، مجموع حلين، إيه هو؟ الواي اتش اللي هو بعتبر إن اف اوف اكس بزيرو وأكمل وأجيب الحل الهوموجينيوس، زائد حل معين يعتمد على شكل ال f of x او يعتمد على f of x اللي مديها لك في المساله بسميه ال y b او البارتيكولار سوليوشن. يبقى في حاله لو المعادله هوموجينيوس يبقى احنا هنجيب ايه؟ الحل الهوموجينيوس بس، ده اللي هنقوله النهارده. طيب لو كان لا يساوي الصفر، ده المحاضره بتاعه بكره، يبقى هنعمل ايه؟ هنجيب الحل ال y h زي ما هناخد النهارده، وهنزود عليه محاضرة بكرة إن إحنا إزاي نجيب الـ YB الـ Particular Solution. وبالمناسبة الـ YB عشان تجيبها في ثلاث طرق هناخدهم، الطريقة الأولى حاجة اسمها الـ دي أوبريتور، الطريقة الثانية الـ Method of Separation of Variables، أو بنسميها الميثود أو الوحدة الميثود of undetermined coefficients،
والطريقة الثالثة اللي هي ميثود اوف فاريشن اوف بارامترز. يبقى احنا في عندنا في النهارده هندرس ازاي نجيب واي اتش، ومن اول محاضره بكره هنبتدي ناخد الطرق اللي هي ازاي اجيب بيها الواي بي لو اف اوف اكس باي صوره من الصور اللي هناخدها. اوف فاريشن اوف بارامترز. طيب يبقى النهارده احنا هنجيب الواي اتش نشوف ازاي. بنسميه الهوموجينيوس سوليوشن لمين؟ للمعادله اللي هي اللينير اوردينري ديفرنشال ايكويشن اللي هي بكونستانت كوفيشنتس اللي كانت على الصوره دي. هوموجينيوس يبقى الطرف ده يساوي ايه؟ يساوي زيرو. قال لك عشان تجيب الحل الهوموجينيوس الطريقه ما تعتمد على ثلاث خطوات. عشان تجيب الواي اتش اول حاجه هتجيب حاجه اسمها الاوكسيلاري ايكويشن. تاني حاجة هنحل الإيكويشن بتاعت اللي هي الأوكسيلاري إيكويشن دي. بعد كده على حسب شكل الحل اللي هيطلع هنكتب شكل الحل. هيبقى عندنا كام حالة؟ على حسب شكل المعادلة المفروض عندي معادلة هيطلع لها جذور. ما هو سولف معادلة معناها هنجيب الروتس بتاعتنا. على حسب الروتس بتاعتي هيبقى عندي حالة من الأربعة. الحالة الأولى إن الجذور بتاعتي تكون حقيقية وغير مكرر not repeated. الجذور بتاعتي ممكن تبقى حقيقية ومكرر. الجذور بتاعتي ممكن تكون أعداد تخيلية. وغير مكرر. احنا عارفين ان اعداد التخيليه بتبقى في الصوره ايه؟ جزء ريال زائد جزء ايماجينري بنحط جنبه الاي. جزء حقيقي اللي هو الاي وجزء تخيلي اللي هو بيبقى جنبه اي اللي هو البي. ممكن تكون الحاله الرابعه الروتس بتاعتي بتكون كومبلكس وريبيتد. خد بالك من حاجة وانت بتحل المعادلة وبتجيب الجذور، لو طلع جذر منهم تخيلي يبقى تلاقي الجذر التاني المرافق بتاعه، يعني اعكس اشارة الجزء التخيلي. يعني لو كان جذر من الجذور 2 ناقص اي 3 مثلا يبقى تلاقي عندك اوتوماتيك من غير ما تفكر 2 زائد اي 3 جذر هو كام. إن إحنا خدنا النظرية على فكرة المعادلات في نظرية المعادلات لما كنت بتاخدوها السنة اللي فاتت في الجبر، كنت عارف إن طالما في جذر كومبلكس يبقى الكونجكت بتاعه أو المرافق بتاعه هو كمان جذر المعادلة. مش دي قصتنا. أنت دلوقتي كل الدنيا معتمدة يا دكتور على الأوكسيلاري إيكويشن، طب وإحنا نجيبها إزاي؟ قال لك بسيطة قوي. كل لما تلاقي تفاضل تحط ألفا. يعني إيه؟ هنا مفضلين الواي في أول جزء كم مرة؟ إن من المرات، يبقى دي ألفا أس إن في الكوفيشنت اللي هو السبب بتاعي اللي هو إيه إن زائد اللي جاي متفضلة إن ناقص واحد يبقى دي ألفا إن ناقص واحد إيه إن ناقص واحد.
وهكذا لغاية A1 واي داش مفضلين مرة يبقى ألفا زائد A نوت. هل دي فيها ألفا؟ لا. هل سوري الواي دي متفضلة؟ لا، يبقى مفيش ألفا يساوي زيرو. يبقى دي الأوكزيلاري إيكويشن للمعادلة اللي هي أوردر N. طيب المعادلة طلعت بولونوميال في ألفا ديجري N، صح؟ اللي هو زي أوردر المعادلة اللي هو أعلى تفاضل. يبقى لما اجي احل هجيب كام روت؟ هجيب قيم لألفا عددهم N برضو. عليكم بقى المعادلة اللي مهجلكوا في الامتحان شكلها عامل ازاي. انتوا عليكم اقصاكوا اللي هي الدرجة الرابعة، هشوف نحلها ازاي النهاردة. تمام، يبقى هو احنا المفروض هيجي لنا معادلة، تمام، linear ordinary differential equation بconstant coefficients، والمفروض احلها لو على شغلنا النهاردة. يبقى المفروض الجزء اللي في اليمين ده مخلي لي المعادلة هوموجينيس، يبقى هتروح اوتوماتيك تعمل ايه؟ يبقى الحل بتاعك هو الحل الهوموجينيس بس اللي هو الواي اتش. قال لك عشان تجيبه هتجيب الاوكسيلري ايكويشن، ده اول خطوه. تاني خطوه هتحلها، هتجيب قيم الالفا او الروتس بتاعه المعادله، جذور المعادله. وقلنا المعادله ممكن تبقى من الدرجه الثالثه او من الثانيه او من الرابعه. تمام، بعد ما نجيب جذور المعادله قلنا على حسب بقى قيم الالفات اللي طالعين دول هتلاقي حاله من الحالات الاربعه اللي كتبناها حقيقيه للجذور، يعني تبقى قيم صحيحه، موجب أو سالب مثلا واحد، موجب أو سالب اتنين، وهكذا أو بزيرو. ممكن تكون القيم دي مكررة، يعني تلاقي جذرين مثلا بسالب واحد أو ثلاث جذور، يعني على حسب. ممكن تكون الأعداد دي الجذور دي تخيلية، فتلاقي دايما أوتوماتيك يبقى الكونجكت هو كمان جذر من الجذور، أو تكون كومبلكس بس إيه مكرر. كل حالة منهم ولها طريقة الحل، طيب، أو طريقة كتابة شكل الحل. قال لك بص، بفضل الناس تحفظ الجدول على طول من الآخر. احنا قلنا في عندنا كم حالة؟ عندنا أربع حالات. أول حالة لو حقيقية، يعني الألفاظ دي حقيقية، وغير مكررة مش متساويين. يبقى الحل أي حل؟ لا، اللي هو مين؟ الواي اللي هو هيساوي إيه لو كانت هوموجينيوس اللي هو الواي اتش هيساوي. قال لك بص، المفروض لما تيجي تجيب الجنرال سوليوشن بيطلع فيه ثوابت اختيارية عددها مساوي الأوردر المعادل، فلو كان عندك إن من الجذور يبقى تلاقي في عندك في الحل N من الثواب. طب ينكتب ازاي الحل في صيغة لو كانوا بيور ريال ونوت ريبيتد؟ قال لك ثابت في E أس الألفا واحد X، زائد ثابت كمان E أس الألفا التانية في X، وهكذا لغاية الثابت الأخير على حسب بقى أوردر المعادلة ألفا N X. الإثبات بتاع الحل ده أنا حطاه في الورق عشان ما ضيعش وقتكم، الناس تشوفوا في الحل. طيب انت ما فهمتوش، انا هشرح بكره ازاي بجيب الايه الاثبات. تمام، يعني هشرح الصوره العامه وانا بشرح الايه الواي بي بكره. طيب الكيس الثانيه ان تكون حقيقيه الالفاظ دي بس مكرره، يعني ايه؟ مثلا تلاقي قيم زي كده على حسب عددهم، يعني تساوي قيمة محددة كلهم قد بعض بس بيور ري. قال لك يبقى الحل في الحالة دي واي اتش تساوي إيه؟ كل الألفات قد بعض، مش حط الألفة اللي هي طلعت لك دي، افتح قوس كبير. المفروض يبقى عندي كام ثابت؟ والله لو في تكرار إن من المرات يبقى إن مش ثوابت، يبقى أبدأ سي واحد زائد سي اتنين
زائد سي تلات لغاية سي ان. وبعدين أول حد اللي هو فيه سي واحد ده مفيش جنبيه إكسات، كأنه إكس أس صفر، يبقى اللي بعده إكس أس إيه واحد، إكس تربيع، وهكذا لغاية هنا إكس أس إن، لا إكس أس إن ناقص واحد، ما إحنا ابتدينا بإكس أس صفر. تمام، يبقى ده شكل الحل في حالة لما يكونوا ريبيتد. طيب قال لك لو كانوا الكيس رقم 3 يكونوا كومبلكس، قلنا كومبلكس معناها ان هتلاقي لو في جذر من الجذور يساوي ريال زائد جزء ايماجينري اسمه بي، تلاقي دايما الجذر الثاني هو المرافق عندي. تمام، ده الريال بارت وده الايماجينري. طيب ساعتها بقى دلوقتي لو طلع كومبلكس يبقى الحل ايه؟ اخد الجزء الريال اللي اسمه ايه احطه فوق قوس الاي وافتح قوس، وجود الاي او جزء تخيلي يقسم لي الدنيا لكوزين وساين، يبقى كأن اي قوس اي بي فكتها لكوزين بي زائد ساين بي. طيب في حاجة ناقصة، فين الثوابت؟ واحد جنب الكوزين وواحد جنب الايه الساين. تمام، يبقى في حالة الكومبلكس بحط الجزء الريال بتاع العدد الكومبلكس ده فوق أس الاي وافتح قوس، ثابت في كوزين زائد ثابت في الايه في ساين بي اكس. طيب بمناسبة كلمة مرافق معناها الكونجيجيت، عشان لو الناس سمعت الكلمة دي بعد كده. طيب لو كانوا كومبلكس وريبيتد، يبقى تاخد بالك لو عندك قيمة ألفا واحد واثنين يساوي A زائد I B، يبقى ألفا تلاتة وألفا أربعة أوتوماتيك تبقى إيه؟ ها؟ ألفا تلاتة وأربعة هي الكونجيجيت، يعني إيه؟ تلاقي A ناقص I B، يبقى أنت كأنك بتجيب أربع جذور مع بعض. يبقى لو في جذرين كومبلكس متساويين يبقى في جذرين تانيين الكونجيجيت بتاعهم تمام هما كمان متساوي. تمام، يبقى الواي اتش لو انت عايز في حالة التكرار يقول لك هات الجزء الريال حطه فوق أس الاي، الدنيا عندك تتقسم لإيه؟ كوزين بي اكس زائد ساين بي اكس، كل منهم مضروب في ثوابت سي واحد، بس احنا قلنا هنا في تكرار. تمام، فيبقى عندك هنا سي واحد زائد سي اتنين، كنت بتجيب جذر وعرفت ان التاني قده، يبقى انت جبت الجذر التالت والرابع، يبقى انت كده جبت اربع جذور، يبقى تنتظر ان انت تلاقي هنا اربع ثوابت. بس معلش خد بالك ان انت تغير اساميهم، يعني انت استخدمت سي واحد سي اتنين يبقى ده سي تلاتة سي أربعة، دول الأربع حالات اللي إيه محتمل نقابلهم، مش هنقابل حاجة تانية أكيد، ده دي جذور معادلة فما فيش حاجة تانية هتطلع غير دول. طيب ناخد أمثلة كده إيه تلاقوا الدنيا فيها سهلة جدا، نشوف نطبق في الموضوع ده إزاي. يبقى إحنا علينا النهاردة إن الطرف اليمين اللي هيبقى في المعادلات يساوي كام؟ يساوي زيرو. يبقى احنا معناها ان احنا النهاردة هندرس بس ان احنا نجيب الـ YH، بكرة بقى نبدأ ندرس ازاي نجيب الـ YB. تمام؟ اول اكزامبل اهو بيقولي solve Y double dash ناقص 6 Y dash
زائد 25y تساوي 0. يلا أول حاجة عشان أحل، قلنا أول خطوة بجيب الأوكسيلري إيكويشن. قال لك كل ما تلاقي تفاضل تحط بداله ألفا، أول واحدة واي متفاضلة مرتين يبقى دي ألفا سكوير ناقص 6. كل حاجة باقية في المعادلة بتنزل زي ما هي، الواي داش يبقى ألفا زائد الواي دي، هل فيها تفاضل؟ لا، يبقى 25 مفيش ألفات يساوي 0. جبت معادلة، طلعت معادلة إيه؟ معادلة تربيعية، ده اللي أنا منتظره لأن المعادلة أوردر 2 أو سكند أوردر. يبقى البولونوميال اللي طالعه دي ديجري 2، تمام؟ يبقى المفروض تاني خطوه هنحل المعادله، سولف الاوكسيلري ايكويشن. يبقى المفروض هنطلع كام قيمه الالفا؟ قيمتين. المعادله دي حاجه من اتنين، المعادله التربيعيه دي المعادلة دي حاجة من اتنين عشان تحلها، يا تحللها إذا كان ينفع تتحلل، أنت لو جيت بصيت هتلاقيها ما بتتحللش، يا إما تحلها بالقانون. نحلها بالقانون إزاي أو المميز إزاي؟ كان يقول لك خد المعادلة غربلها، يعني إيه؟ معامل ألفا سكوير بنسميه إيه؟ واحد عندنا هنا، ومعامل الألفا بنسميه بي سالب 6، والحد المطلق في المعادلة بنسميه سي اللي هو ال 25. يبقى عشان تجيب قيمتين الألفا يقول لك المميز، كان يقول لك سالب بي موجب أو سالب جذر بي سكوير ناقص 4 اي سي على 2 اي. خلاص هنعمل ايه؟ هتروح معوض على طول بالقيم اللي عندك، سالب بي بكام؟ يبقى سالب بي موجب أو سالب، ما تستعجلش في الاختصار عشان ما تضيعش الإشارات، ممكن بالراحة خالص، وبعد كده في الآلة الحاسبة معانا. ناقص 4 A في C، 1 في 25 على 2 في A. تلاقي الكلام ده يطلع بعد الاختصار، يطلع لي 6 موجب أو سالب جذر، لما تيجي تجمع اللي جوه سالب 136 يديني سالب 64. أول ما تلاقي ماينس تحت الجذر، جذر الماينس واحد دايما بآي، يبقى أنت هتلاقي وجود السالب تحت الجذر يطلع لك آي، يبقى ده كأنه 6 موجب أو سالب آي جذر الرقم اللي موجود بقى، جذر 64 اللي هو 8، الاثنين دول هيتوزعوا على 2، تلاقي الريال بتاعي طلع 6 على 2 3 موجب او سالب، الايماجينري بتاعي طالع عندك بايه؟ 8 على 2 ب 4. كده جبنا قيمتين مين؟ الالفا. هتلاقي دايما بص انت لو جايب واحد كومبلكس يبقى الكونجكت بتاعه معاه. طيب ثالث خطوة، إحنا في أنه كيس إن ده يطلع كومبلكس نمبر، الكيس رقم 3، يبقى الحل بتاعي اللي هو الواي هيساوي إيه؟ هو الواي اتش اللي هو بنسميه الجنرال سوليوشن. واي اتش ليه؟ لأن المعادلة بتاعتك الطرف اليمين بتاعها بيساوي زيرو. عبارة عن إيه؟ قال لك بص طالما كومبلكس الريال بتاعي بتلاتة هحطه فوق قص الإي وافتح قوس كبير، هيبقى في كوزين 4 إكس في سي واحد زائد ساين 4 إكس في سي اتنين. كده جبنا الحل. طبعا لو مديك في المسألة بقى شروط هيبقى المفروض يديك كام شرط؟ يديلك شرطين عشان دي معادلة أوردر 2، فتعوض بالشرطين تجيب سي 1 وسي 2، لكن هنا قايل لي سولف وسكت يبقى أنا بجيب جنرال سوليوشن. تمام؟ طيب ناخد
بيقول لي عايز يحل المعادلة دي y تريبل داش ناقص 6 y دبل داش زائد 11 y داش ناقص 6 y يساوي 0. أول حاجة أنا مبسوط، أولاً المعادلة دي لينير والكوفيشنتس بتاعتي هنا إيه؟ كونستانت، ثوابت، تمام؟ طيب حاجة تانية، الطرف التاني بقى، الطرف التاني يساوي إيه؟ صفر، أبقى مبسوط، المعادلة دي هوموجينيوس. يبقى الجنرال سوليوشن اللي هتدور عليه أو ساعات يكتبوا واي ويسكت، هو بس الواي اتش بتاعك اللي بيجي عن طريق مين؟ الأوكسيلاري إيكويشن. طيب عشان نجيب الواي اتش قلنا ثلاث خطوات، أول حاجة أجيب الأوكسيلاري إيكويشن عبارة عن إيه؟ قلنا ببدل كل تفاضل بألفا، يبقى هنا أول واحدة متفاضلة ثلاث مرات، يبقى ألفا سكوير تكعيب ناقص 6 ألفا تربيع زائد 11 ألفا ناقص 6 واي. هل الواي دي فيها تفاضل؟ لا مفيش ألفا بقى. ده معادلة من الدرجة الكام؟ من الدرجة التالتة. خدوا بالكوا إن في بعض معادلات الدرجة التالتة ممكن تحللها، عشان برضو الناس تبقى واخدة بالها. في نظرية المعادلات كان يقول لك ممكن تجي لك معادلة زي دي، ألفا تكعيب زائد ثابت، ممكن تخليه كأنك بتاخد له الجذر التكعيبي يبقى الكل تكعيب، ألفا تكعيب زائد رقم. فكان يقول لك ده بيتحل لإيه؟ قوس كبير قوس صغير، سوري، ألفا زائد إيه في قوس كبير. كنا بنجيبه إزاي؟ كنا بنقول الأول سكوير الأخير سكوير والأول في التاني، لو الناس تفتكر. نفس الكلام لو في ماينس، تمام؟ يبقى في نوع سبيشيال كده من المعادلات التكعيبية ممكن بالتحليل تقدر تقسمه لقوسين. وخد بالك أما الدنيا بتوصل لقوس درجة أولى أو درجة تانية، أنت عارف أن الدرجة التانية ممكن تتحلل بالمميز أو بالآلة الحاسبة أو بالتحليل، فتلاقي الدنيا سهلة. يبقى أنت كل معادلاتك بتحاول توصلها لإيه؟ لأقواس درجة أولى أو قوس درجة تانية بتحلها بالمميز أو التحليل. معادلة درجة تانية لسه واخدين من شوية نحلها إزاي بسهولة. طيب دي معادلة من الدرجة الثالثة ومش عارف أحللها. في بعض الناس بتعرف تربط بين الأجزاء بتاعة المعادلة وتحاول تاخد مشتركات، يعني تقسم المعادلة مثلا لجزئين وتحاول تاخد مشترك من كل جزء وتلاقي إيه؟ في مشترك من الأولاني مع مشترك من التاني، عارف تاخده مشترك بره خالص. في ناس تانية لأ، المعادلة جاية لي كده، المفروض أحلها إزاي؟ قال لك أول حاجة عشان تحل، نراجع بقى حتة كده من نظرية المعادلات المفروض ما كناش راجعناها، بس يعني إيه، يلا عشان أنا عارفة السنة اللي فاتت كانت ظروفها إيه. يبقى عندك المعادلة التكعيبية حاجة من اتنين، يا إيه؟ يا لو جاية لك زي اللي في الجنب اليمين ده بتتحلل لقوس صغير وقوس كبير، أهلاً وسهلاً. ما كانش يعني زي المعادلة اللي عندنا هنا دلوقتي، المفروض الخطوة التانية عشان تحل أجيب ثلاث قيم لألف. فلو حلينا معادلة تكعيبية أو معادلة من الدرجة الرابعة أو من الدرجة الخامسة، مفتاحها إن أنت تجيب جذر من الجذور. قال لك في نظرية المعادلات بتعمل إيه؟ بتجيب عوامل الحد المطلق، عوامل الفاكتورز بتاع السالب 6 هي القيم اللي تقبل القسم عليها. يعني إيه؟ ممكن موجب وسالب 1، موجب وسالب 2، موجب وسالب 3، أو موجب وسالب 6. وبعد كده تعمل إيه؟ لو سمينا اللي في الشمال ده كله دالة في ألفا اللي هي بألفا تكعيب ناقص 6 ألفا تربيع زائد 11 ألفا ناقص 6، فإحنا كأننا بندور إحنا عايزين جذر المعادلة، يعني قيمة الألفا اللي بتحقق المعادلة، يعني بتخلي الطرف اليمين اللي هو الزيرو
يساوي الطرف الشمال، يبقى احنا دلوقتي بندور على قيمة ألفا اللي تخلي المقدار اللي هو اف اوف ألفا ده تساوي صفر. ندور على جذر المعادلة. فانت تعمل ايه؟ تيجي تجرب المعاملات سوري العوامل بتاعة السالب 6. يعني ايه؟ من اول واحد اجرب واحد اهو، لقينا لما جيت عوضت بالواحد طلع صفر، يبقى ساعتها وانت مغمض قيمة الواحد هي جذر من جذور المعادلة، لأنها حققت المعادلة أو خلت الطرف الأيمن يساوي الأيسر. طيب يبقى احنا أول حاجة تعملها لو جالي معادلة أعلى من درجة تانية يبقى هتعمل ايه؟ تمسك الحد المطلق، تجيب العوامل بتاعته وتقعد تجرب لغاية ما توصل لقيمة من العوامل، تمام؟ ادت تدخل الطرف ده يساوي زيرو او يحقق المعادلة. فاحنا حظنا ان من اول قيمة طلعت كده، ما تتعودوش على كده، ممكن لا تاني يعني واحد منفعش اجرب سالب واحد، المهم اوصل للقيمة اللي تخلي اف اوف الفا تساوي زيرو. طيب انا كده جبت جذر من الجذور، يبقى المعادلة التكعيبية دي ما دام جبت واحد يبقى فاضل لك اتنين، يبقى اتنين معناها ان انت بتدور على معادلة تربيعية. فهتعمل ايه ببساطة؟ القسمة التركيبية بتاعت هورنر كان بيقول لك ايه؟ هات المعادلة بتاعتك أو الطرف الشمال بتاع المعادلة اللي هو في ألفا ده، أو اللي هي الـ F of ألفا بتاعتك دي، واكتب المعاملات بتاعة الألفاظ بالترتيب. معامل ألفا تكعيب واحد، ألفا تربيع سالب ست، ألفا بحداشر، ثم الحد المطلق سالب ست. طبعا لو معادلة تكعيبية تلاقي محطوط في شكل القسمة أربع إيه قيم عشان وجود الحد المطلق. خد بالك نفترض كانت أحد الأجزاء دي مش موجودة، يعني مثلا افترضنا أن سالب 6 ألفا تربيع مش موجود، ده يعني أن المعامل بتاعها بصفر، فساعتها تحجز له مكان وهتسيبه فاضي. طيب على شكل معادلتنا دي كتبنا الأجزاء بتاعة الألفاظ بالترتيب، قلنا إيه اللي ما نلاقيهوش؟ لا عليكم ان انتوا تحلوها بالقسمة التركيبية، تمام؟ يبقى ادي الفا المعاملات اهي، بعدين انا بشرحها بالتفصيل حتى لو ما خدتهاش السنة اللي فاتت انا بشرحها بالتفصيل. طيب بعد كده تعملوا ايه؟ كتبنا المعاملات، اكتب بقى مش انت لقيت الفا بتساوي واحد ده جذر من الجذور اقسم عليه. القسمة التركيبية الهورنر بتقول إيه؟ ببساطة خالص نزل أول حد زي ما هو، ارجع اضرب اللي انت نزلته ده في الإيه؟ في اللي انت بتقسم عليه، واحد في واحد يدي واحد، اجمع بقى سالب ستة واحد يدي سالب خمسة، ارجع اضرب تاني، دايما اللي تحت ده بنضربه، هنضربه في مين؟ في واحد، سالب خمسة في واحد بسالب خمسة، اجمع 11 وسالب خمسة يدي ستة، أرجع أضرب 6 في 1 يدي 6، أجمع الاثنين الأخرين ألاقيه بزيرو. أنا مبسوط ليه؟ دايماً لو الباقي إدى زيرو ما علينا دي أسهل أعتقد، لما ألاقي الباقي يساوي زيرو معناها إن اللي أنا بقسم عليه جذر من الجذور، يعني أنا بتأكد إن أنا ماشي صح، تمام؟ يبقى فعلا واحد جذر من الجذور، ضربت عصفورين بحجر اتأكد. وفي نفس الوقت هتلاقي بعد ما طلعت اي اسم في الدنيا بتطلع باقي وخارج الاسم اللي هو ده هون. طيب هو خارج الاسم ده بيطلع ايه؟ انت المقسوم درجة ثالثة، يبقى خارج القسمة ما دام قسمت مرة يبقى ناتج القسمة درجة تانية. خد خارج القسمة ده واكتبه، يبقى ألفا تربيع المعامل بتاعي بواحد ناقص خمسة ألفا
زائد 6 وتساوي الكلام ده بزيرو. بندور على الجذور بقى، تلاقي بقى المعادلة اللي طالعة دي من الدرجة التانية، يا تحلها بالمميز يا تحلها بالإيه؟ بالتحليل. انت هتلاقي على فكرة المعادلة دي بتتحل بالتحليل بسهولة. ازاي؟ 6 هتخليها 3 في 2 والاتنين بالسالب عشان يبقى مجموعهم 5. يبقى من هنا ألفا 2 ب3 وألفا 3 ب2. هل الترتيب مهم؟ لا مش فارق، ممكن نخلي دي ب2 أو ب3 أيا كان. جبنا التلات جذور أحطهم في برواز ظريف، يبقى الخطوة التالتة هكتب الحل. عندك قيم الألفا اهي، يبقى دول انه حالة دول بيور ريال أول حالة خالص ونوت ريبيتد، يبقى الواي بتاعتك هي الواي اتش بس لأن هنا عندي الطرف اليمين يساوي زيرو هوموجينيوس، يبقى ثابت في اي أس ألفا واحد اللي هي طلع بواحد اكس، زائد ثابت كمان اي أس ألفا 2 اكس، زائد آخر واحد سي 3 اي أس ألفا 3 اكس. تمام. طيب ناخد مثال كمان. سوري ده اكزامبل بقى 3 صح؟ نكتب المعادلة اهو، y 4 زائد 8 y 3. أول ما تلاقي الأس موجود في قوس معناها رقم تفاضل، يعني ممكن ده يكتبه كده بالطريقة دي، دي 4 y باي دي x أس 4، يبقى ده بفاضل y 4 مرات. انتوا خدتوا بالكوا يعني من طريقة الكتاب. قلنا أي حد مش موجود عندي خد بالك إن كأن المعامل بتاعه يساوي زيرو. كل الحدود عندنا هنا. طيب عايزين نحل بقى المعادلة دي. قلنا أول حاجة نروح نجيب الأوكسيلاري إيكويشن، يبقى هيطلع هتبقى ألفا أس 4 زائد 8 ألفا تكعيب زائد 24 ألفا تربيع زائد 32 ألفا زائد 16 يساوي 0. تمام. والمفروض تاني خطوة نحلها. في ناس بتعمل إيه؟ بطريقة ظريفة ممكن تاخد مشتركات. تمام. و يعني ممكن تجمع الحلوين دول مع بعض و جمع يعني أكتر من جزء اهو مع بعضه، اللي هي الحاجات اللي ممكن تاخد منها مشترك. تاخد جزئين كده مثلا وتلاقي لما تجمع وكده تلاقي الدنيا كلها وصلت للحالة دي. في ناس تانية تعمل ايه؟ هتمشي الطريق اللي احنا خدناه في المعادلة اللي فاتت، تجيب معاملات، تجيب عوامل سوري الستاشر. وبعد كده تبتدي تعمل ايه؟ تجربهم، تسمي اللي في الطرف الشمال ده اف اوف الفا. الناس اللي ما فهمتش اللي فاتت نفهم نراجع دي.
زي ما قلت لكم في ناس ممكن ايه تصغر الدنيا كلها تبقى هناخد مشتركات، تجمع جزئين مع بعض جزئين مع بعض وتبدأ تسحب مشترك تلاقي الدنيا خلصت. أو زي ما اتفقنا نجيب عوامل الستاشر ونجرب، هتلاقي ما تجرب F of 1 لا تساوي الصفر، F of سالب 1 لا تساوي الصفر، كل ده على الآلة الحاسبة بسرعة. تيجي تجرب F of 2 تلاقيها برضو لا تساوي الصفر، لما نيجي نجرب F of سالب 2 نلاقيها تساوي زيرو. يبقى معناها إنه جذر من الجذور بسالب 2. بجيب التلاتة الباقيين ازاي؟ قالك يبقى احنا نعمل القسمة التركيبية عشان كل مرة نقلل ايه؟ نجيب معاملات المعادلة ونحطها بالترتيب، اول واحد ادي بواحد ثم تمانية ثم اربعة وعشرين اتنين وتلاتين ادي ستاشر. هنقسم على مين؟ هنقسم على الجذر ده هو اللي هو سالب اتنين. ننزل أول حد، نضرب واحد في سالب اتنين يدي سالب اتنين، نجمع يدي ستة، ستة في سالب اتنين يبقى سالب اتناشر، نجمع يبقى اتناشر، نرجع نضرب اتناشر في سالب اتنين يبقى سالب اربعة وعشرين، نجمع يديني ستاشر، في سالب اتنين سالب ستاشر يدي ده صفر، أبقى مبسوط. الباقي مادام بصفر يبقى فعلا سالب اتنين كان إيه؟ جذر من الجذور. اللي هيطلع نتيجة القسمة كان درجة رابعة دخل الخلاط بتاعنا بتاع القسمة، يبقى وقسمت فيه مرة واحدة يطلع ايه درجة تالتة. يبقى خلي مكان القسمة زي ما هو له مكان كبير في الجنب. ليه؟ هنرجع نقسم تاني. ليه؟ احنا بندور على معادلة تربيعية، اللي طالع معادلة تكعيبية، فالمفترض هتاخد المعادلة التكعيبية دي وتوصلها لتربيعية ازاي؟ ان انت تقسم كمان مرة، يبقى لازم تجيب جذر من الجذور. فتيجي دلوقتي اف اوف الفا الجديدة اللي هي من الدرجة التالتة يبقى ألفا تكعيب زائد ستة ألفا تربيع زائد اتناشر ألفا زائد ستاشر، أهو ده خارج الاسم. طيب هتعمل ايه؟ هتاخد اف اوف ألفا، تجيب المعامل نفس الكلام، الحد المطلق هنا 16. بتمانية، تمام تمام. انا معلش انا ايه انا اللي غلطت فيها، دي 32 ناقص 42. انا بليدة في الحساب بقى، معلش انا حاسبها غلط. 32 سالب 42 يديني فعلا 8، واجي اضرب 8 في سالب 2 يدي سالب 16 واجمع يدي 0. طيب اهو 16 الفا 12 الفا تربيع زائد 6 الفا تربيع زائد 12 الفا زائد 8، تمام. هروح اعمل ايه؟ هجيب عوامل الحد المطلق اللي هو 8. العوامل بتاعتي موجب وسالب 1، موجب وسالب 2، وموجب وسالب 4، واخيرا موجب وسالب 8. هنقعد برضو نجرب، تلاقي تمسك في اول حد هتلاقي اولا اف اوف 1 واف اوف سالب 1 واف اوف 2، كل ده لا يساوي الزيرو. تيجي تدخل على اف اوف سالب 2 تلاقيه بتساوي صفر. الله، يبقى الفا 2 بسالب 2 اللي هو الجذر الثاني، يبقى هقسم على سالب 2. انا بقول الطريقه البديهيه للناس خالص اللي مش هتاخد بالها، برضو لما تيجي تقسم على سالب 2 هنزل أول حد زي ما هو، واحد في سالب 2 يدي سالب 2 واجمع يدي 4، 4 في سالب 2 يدي سالب 8 أجمع يدي 4، 4 في سالب 2 يدي سالب 8 واجمع يدي 0. اللي ناتج بقى هنا إيه؟ خارج القسمة ده، خلاص إحنا هنوقف قسمة هنا. ليه؟ لأن خارج القسمة اللي طالع من الدرجة التانية، واكتب المعاملات جنبه، يبقى الفا تربيع، انا عارف انه درجه ثانيه بس اكتب المعاملات جنب الايه؟ الالفا تربيع، يبقى بواحد باخدها بالترتيب،
ثم 4 يبقى في ألفا زائد اللي جاي ما فيش ألفات اللي هو الحد المقبل، ده يساوي 0. تيجي بقى الجميل ده هو تلاقيه ده كأنه ألفا زائد 2 الكل تربيع، يبقى الجذرين اللي هيطلعوا من المعادلة دي متساويين، بس ده الجذر رقم 3 و4 بكام يطلعوا؟ بسالب 2. بعد شغلنا ده كله انت طلعت ايه؟ طلعت ان الاربع جذور بتوعك متساويين وبيساوي كام؟ سالب 2. يبقى تالت خطوة نكتب الحل، هو عبارة عن y h بس لأن الطرف اليمين يساوي 0. يبقى الحل بتاعك في هنا الجذور دي ريال، يبقى e أس قيمتهم اللي هي الألفا بتاعتك طلعت بسالب 2 x. أفتح قوس بقى، هما كام جذر؟ ثلاث جذور، يبقى منتظر سوري أربع جذور، يبقى منتظر أربع ثوابت. بس لوجود التكرار أول واحد ما فيش جنبه x، اللي بعده أدي x، x تربيع ثم x تكعب. كده جبنا مين؟ الحل. في حالة هنا إيه؟ الجذور عندي إيه؟ حقيقية ومكررة. لا يبقى احنا اللي احنا جربناه ده مش جذر من الجذور، تجرب حاجة تانية. انا مش هجيب لكم في نظرية المعادلات في لعب يعني اللي هو الحاجات اللي احنا قلناها الأساسية دي، لكن طبعا نظرية المعادلات كبيرة المفروض درستوها كويس. انا عايزة بس الحاجات اللي احنا شرحناها النهاردة بالتفصيل. طيب هو ناخد كمان اكزامبل رقم 4. دي 4 واي باي دي اكس اس 4. حاضر اللي جاي، انا خلاص اديت افكار المعادلات، بس هوريكم بس الاشكال بتاعه الجذور المختلفه عشان تبقوا متعودين على الحاجات اللي هي ايه هتيجي، لكن انا مش هعيد الاسم التركيبيه خلاص، اعتقد الناس كلها وصلتها دلوقتي، انا عدتها كده في مسالتين اهو. عايز يحل دي خلاص، قلنا بجيب الاوكسيلري ايكويشن، بحل، خدنا خلاص طريقه الحل تمام. في حاجه بقى دي اللي انا بقول عليها الناس اللي هم بيقولوا انت بتجمعي زي دكتور، أنا هقول لكم برضو فكرة حلوة. يعني مثلا أنا ممكن ألقط حاجة من المسألة، إيه هي؟ إن أنا ممكن، تعالوا بصوا كده لإيه حاجات تنفع تتحلل مع بعض. يعني لو عندي ألفا تربيع وألفا وثابت في المعادلة بغض النظر عن اللي موجود الكوفيشنتس الموجود، المعادلة دي ممكن تتحلل. طب لو عندي كده ألفا أس 4 يبقى منتظر إن اللي جاي تبقى ألفا إيه؟ تربيع وثابت، هل دي برضو ينفع تحلل؟ آه، فتبقى الأقواس بتاعتي بدل ما هي دي ألفا تربيع يبقى ألفا أس 4 معناها إيه؟ ألفا تربيع في ألفا تربيع. طيب أنا من اللي أنا بقوله ده ممكن أعمل حاجة زي دي هنا. أنا عشان أجمع شوية حاجات، إيه رأيكم لو ناخد التلات حدود اللي أنا مظللهم دول؟ يبقى ألفا أس 4 ناقص 3 ألفا تربيع ناقص 4، وخلي الحاجات الباقية مع بعضها اللي هي سالب 2 ألفا تكعيب زائد 8 ألفا. والله أحاول آخد من دول مشترك أو أحللها إذا ينفع تتحلل، ونفس الكلام يا تاخد مشترك او تحلل. اول جزء هنا لا ده ممكن احلل، مفيش مشترك هنا،
تحلله ازاي؟ خدوا بالكم، الفا اس 4 دي كانها الفا تربيع لكل تربيع، ناقص 3 الفا تربيع ناقص 4. خدوا بالكم لو الناس بتتلخبط، الفا تربيع دي كانها زد مثلا، فتبقى المعادله زد تربيع ناقص 3 زد ناقص 4، دي الفكره. فلما تيجي تحلل تلاقي المعادله بتاعتك زد 4 كانها ايه 3 في 1 سوري 4 في 1 والاشاره مع الكبير. في ناس تانية على طول لقطتها بقى، يعني ده بيتحلل لقوسين، أربعة دي أربعة في واحد الإشارة مع الكبير، بس دي مش ألفا سكوير، أما الألفا أس أربعة، وهنا ألفا تربيع جذرها، يبقى دي ألفا تربيع في ألفا تربيع. هنحلل المعادلة اللي هي أس أربعة لتربيع في تربيع، تمام؟ زي ما كنا بنحلل معادلة من الدرجة الثانية، ألفا في ألفا، قوس في ألفا في قوس في ألفا، هنا ألفا أس 4 يبقى قوس في ألفا تربيع وقوس في ألفا تربيع. هي نفس تحليل المعادلة الأساسية اللي هي المعادلة التربيعية، بس الفرق إن هنا مش ألفا أس 4، هنا ألفا تربيع، هنا بس مش ألفا تربيع، هنا ألفا أس 4، تمام؟ ما مش بيعجبك رمز ألفا تربيع ده، هو حط ألفا تربيع بزد، فكأنك بتحلل تبقى زد زائد واحد في زد ناقص أربعة. المهم إحنا حللنا الأولين. طيب والتاني ممكن أسحب منه مشترك؟ آه ممكن تسحب منه سالب اتنين ألفا. طيب بقى لك إيه؟ ألفا تربيع ناقص أربعة. تلاقي فيه هنا زي هنا، ممكن أسحبهم الاتنين، يبقى ألفا تربيع ناقص أربعة، يبقى الجزء الاولاني بقى فيه الفا تربيع زائد واحد بس، والجزء الثاني سالب اتنين الفا. اه طبعا ممكن تحلها بالاسم التركيبي، انا قلت اغير بس عشان الناس، انا هتقولوا مثلا ايه ان الدكتوره هي إيه قلبتها الحته دي، لو موضوع ان انا اخد مشترك، فانا بعلمكم بس وسيله ثانيه. ممكن تيجي المعادله سهله جدا وتبقى لاقط انت بتاخد مشترك ايه، فالمعادله تخلص على طول من غير اسم تركيبي. طبعا الطريقه البديهيه الاسم التركيبي يعني، تمام؟ تلاقي هنا إيه؟ ألفا تربيع ناقص أربعة تتحلل لألفا ناقص اتنين، فرق بين مربعين، لألفا زائد اتنين. يبقى خد بالك من ملحوظة مهمة برضو من نظرية المعادلات، إن الفرق بين مربعين يبقى x ناقص c في x زائد c، لكن مجموع مربعين ده غير قابل للتحليل، غير قابل للتحليل. تمام؟ طيب اللي بعده ده برضو من الدرجة التانية، يتحلل لإيه؟ ألفا تربيع ناقص 2 ألفا زائد 1، يتحلل ألفا ناقص 1 فألفا ناقص 1، يعني دي كأنها ألفا ناقص 1 لكل تربيع. اللي ما بيعرفش يحلل بالراحة، ومعاكوا حل المسائل موجود بالإيه؟ بالتفصيل في الورق. طيب يبقى كده في عندي كام جذر؟ اللي تحت ده حلو قوي على طول، يبقى الجذر الاولاني باتنين والتاني بسالب اتنين، انما من القوس ده يبقى الجذر التالت يساوي الجذر الرابع يساوي واحد. في دلوقتي عندي جذر مكرر كام مره؟ مكرر مرتين، يبقى كده عندي جبت الاربع جذور. يبقى لو أنا عايز أكتب الحل هيبقى الحل الـ y اتش بس، لأن المعادلة هوموجينيس، هيساوي الجذور اللي هي دي حقيقية غير مكررة صح؟ يبقى ثابت في e أس الأولاني x،
زائد ثابت E أس التاني X. لكن في جذرين تانيين repeated وقيمتهم بتساوي إيه؟ واحد. يبقى دي زائد E أس الألفا بتاعتك بواحد X. طب والتكرار ده ندفع ضريبته إزاي؟ قال لك تفتح قوس، هيبقى فيه إيه؟ أنت مكرر مرتين، يبقى فيه ثابتين C واحد زائد C اتنين X. كده جبنا الايه الحل بتاعنا اللي هو الجنرال ايه سوليوشن بتاعنا. والناس تاخد بالها ان ممكن يبقى عندي ميكس من الميكس ما بين انواع الجذور، زي هنا في المعادله دي كده هم طلعوا ريال بس في منهم جزء مكرر، فانت بتطبق على ده القانون بتاعه وده القانون بتاعه. اخر مساله بقى، الواي تريبل داش ناقص واي دبل داش ناقص واي داش ناقص 15 واي تساوي زين. قلنا اول حاجة الاوكسيلاري ايكويشن سهلة قوي، خلاص هنحل يا دكتور. حلينا طلع المعادلة بتاعتي لما هتعمل بعد ما تعمل القسمة التركيبية، والله جبت العوامل بتاعت دي طلعت أحد العوامل اللي هو السالب 3 جذر من الجذور، سوري 3 جذر من الجذور. هنروح نعمل إيه؟ قلنا هنعمل قسمة تركيبية. على الجذر ده بعد ما تطلع الباقي هتلاقيه زيرو طبعا لان قلنا 3 جذر، يطلع معادله تربيعيه هتبقى المعاملات بتاعتها اهي. تاخد المعادله التربيعيه 2 الفا زائد 5 يساوي زيرو، وتعمل ايه؟ تحلها. تلاقي بقى ما بتعرفش تحللها دلوقتي، فانت هتروح تجيب الجذور بتاعتك هو الجذر رقم 2 ورقم 3 هتلاقيهم كومبلكس. هو ينفع ميكس بين ان يطلعوا كومبلكس ويطلعوا ريال؟ اه. ايه المشكله؟ يبقى الحل بتاعك اللي هو الهوموجينيوس بس يساوي ثابت في اي اس الريال بتاعك اللي هو 3 اكس زائد الجذرين دول كومبلكس. قلنا بنعمل ايه؟ الريال بتاعنا اللي هو السالب واحد كنا بنسميه ايه، والايماجينري بتاعنا كنا بنسميه بي. يبقى نكتب ازاي الحل في حالة الكومبلكس؟ يبقى بقول E أس A اللي هو بواحد X وافتح قوس ثابت في كوزين B X اللي هو باتنين زائد ثابت كمان ساين اتنين X. بس أنا كده خلصت المحاضرة بتاعت النهاردة اللي هو الجزء بتاع الهوموجينيوس. في الورق عندكم أكتر من يعني عندكم تقريبا أربع مسائل الناس تمسكها تحلها.